يعني المشاهد يعتبر أنه يوم عن يوم الحراك الشعبي متزايد. 30 ديسمبر اليوم كانت مثال لذلك في ظل انسداد الأفق والحراك الشعبي متزايد. هل هناك إمكانية في ظل هذا الرفض الشعبي، يعني حتى يمكن ثمت هناك محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة؟ وأكيد الشروط الحل واضحة جدا، يعني الشعب السوداني طالع من أكثر من الآن عدى الشهرين، ومطالبه محدودة ومعروفة للجميع: حرية سلام وعدالة والعودة إلى الاتجاه نحو الحكم المدني والتحول الديمقراطي. المطالب بالنسبة للشعب السوداني واضحة جدا، وبالنسبة للجماهير السائرة الموجودة في الشارع واضحة جدا. يبقى هي محتاجة استجابة من الطرف الآخر. نعم، هي تتمثل في ماذا لو عملنا لها اختصارات لهذه اللافتات العديدة؟ نعلم أن هناك لات ثلاثة موجودة متمسك بها الشارع، لكن هل هناك بشكل آخر بعض المطالب؟ هي المطالب الرئيسية تتمحور في شعارات الثورة الرئيسية اللي هي الحرية والسلام والعدالة. نعم. وأيضا كذلك المضي قدما في اتجاه التحول الديمقراطي الكامل، وإبعاد العسكريين من الحكم المباشر. هذه هي المطالب الرئيسية. يبقى أي تطور مطلوب هو من الطرف الآخر. الشعب حدد مطالبه ووضحها بصورة جيدة جدا جدا. على الطرف الآخر أن يستجيب لهذه الدعوات ولهذه المطالبات الشعبية بشكل أو آخر، ولكن إلى الآن لا توجد أي بوادر للاستجابة. والدليل على ذلك أنه كل يوم كل ما تطلع مليونية بيحصل تصعيد أكبر، بيحصل تصعيد أمني. وحصل الآن تمت إعادة من قبل مجلس السيادة لسلطات الأمن والاعتقال والقبض وإلى آخره، وهذه يعني آخر ملامح الردة نحو العهد السابق.